السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار المون الحديد أسمنت طوب اليوم في مصر 17/1/2022 في مصر، خليكم معانا. من المتوقع أن يتجاوز سعر الطن 15200 جنيه للمستهلك ويحتل حديد عز القائمة، حيث سجل طن الحديد 15200 جنيه، حديد المصريين وحديد بشاي 15100 وحديد العتال 15100، واستقر سعر الحديد عند 15100 جنيه لكل من حديد عطية وحديد المراكبي وسرحان وحديد المعادي وحديد مصر ستيل. أما أسعار الأسمنت، سجل متوسط سعر أسمنت شركة العربية المسلح 1115 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت المنيا للأسمنت اللي هو المعلم 1050 جنيه للطن. حقق متوسط سعر أسمنت وادي النيل المصري 1040 جنيه للطن، ووادي النيل سجل 1040 جنيه للطن، وحقق متوسط سعر أسمنت المخصوص 1060 جنيه للطن، متوسط سعر أسمنت سيناء 1020 جنيه للطن، والسويدي 1120 جنيه للطن، وأما أسمنت حلوان 1070 جنيه للطن. أسعار الطوب اليوم، سجل سعر الطوب الأحمر، طوب أحمر طفلي مثقب 24 سنتي في 11 سنتي في 6 سنتي، الألف طوبة ب 800 جنيه. طوب أحمر طفلي مثقب 25 في 12 في 13 سنتي، الألف طوبة ب 2000 جنيه. أما الطوب الأسمنتي، طوب أسمنتي مصمت 25 سنتي في 12.5 سنتي في 6 سنتي، الألف طوبة ب 1050. أسمنتي مفرغ 40 في 20 في 12 في 12 سنتي، الألف طوبة ب 6800 جنيه. أما الأسمنتي المفرغ 40 في 20 في 20، الألف طوبة ب 4000 جنيه و 900. أما الطوب الوردي، الطوب رملي وردي، سجل 25 سنتي في 12 سنتي في 6 سنتي، الألف طوبة ب 2060 جنيه. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، وأتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم، ولو قولوا لي في التعليقات نجمع المواد البناء على بعضها أفضل ولا لا. ومن فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك لكي نستمر. شكرا لكم.